المهام الرئيسية الواجبة علينا. أول بند مد العمل، اكتبوا بقى كده، باستخراج البطاقات العلاجية إلى نهاية شهر أبريل تيسيرا على المحاميات والمحامين وعلى أسرهم. ثانيا، هذه قرارات مراجعة الحالات المرضية العاجلة بالمستشفيات للمساهمة الفورية في علاجها. البند ثالثا، ثانيا بس، سرعة من كانت النقابة العامة وربطها بمقار النقابات الفرعية توفيرا للوقت والمال وللتسهيلات على الزميلات المحاميات والزملاء المحامين. ورابعا وليس أخيرا، سرعة الانتهاء من إجراءات المعاش وصرفه فوراً.